السلام عليكم، تنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم حريشات او بسبوسة زوينة رطبة بمذاق البرتقال. تنتمنى الى شفتوا الوصفة تجربوها، مكوناتها بسيطة، تحضروها في الدقائق الاخيرة لضيوف الغفلة او الفطور او الغدي. الى كنتوا تزوروا القناة اول مرة اشتركوا فيها ومرحبا بكم، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا الجديد، وما تنساوش دائما لايكات ديالكم وتعاليقكم الزوينة. شكرا بزاف لكم. ندوزوا للمقادير والطريقة، ومرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا جوج بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال العصير ديال البرتقال، واحد الياغورت بالفاني، معلقة ديال عصير الحامض والسميدة الخاصة بالحرشة، وجوج خمارات ديال الحلوة الوزن 8 غرام كل واحدة. نديرو جوج بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، نص كاس ديال السكر سنيدة، وقبيسة الملحة. تنخلطو هذا الخليط بالخلاط اليدوي، يمكن لكم تخلطو بالخلاط الكهربائي. تنضرب مزيان هذا البيض مع السكر حتى يولي اللون ديالو ابيض. وهاد الحريشات ساهلين، تيوجدو في الدقائق الاخيره. بعد ما ولا الخليط ابيض، تنضيفو نص كاس ديال الزيت، تنضيفوه بشويه بشويه ونخلطو، نبقى نخلطو ونضيفو الزيت بشويه بشويه. وتنخلطو مزيان هاد الزيت، وتيولي الخليط ديالنا تقيل شويه. تنضيفو واحد الياغورت بالفاني، وبقى نخلط مزيان. سمحوا لي تحذف لي واحد المقطع، ضفت كاسونس ديال العصير ديال البرتقال وخلطت مزيان. عاد تنضيفوا السميده، تنضيفوا الكاس الاول، تنضيفوا مدفوعات ونخلط مزيان. تنضيفو الكاس الثاني ديال السميدة، وتنضيف نص كاس ديال السميدة، يعني هزلي هاد الخليط جوج كيسان ونص ديال السميدة. صافي، بقى نخلط مزيان هاد السميده تدخل في الخليط. وعندي جوج خمارات ديال الحلويات الوزن 8 غرام في كل وحده، وتنضيفو واحد معلقة ديال عصيرة الحامض
سنضيفها حتى الاخير. ده هو الخليط كيف تيكون. سنخليوه يشرب شويه على ما ندهن الليمون ديالي ونشعل الفران يسخن من قبل. هادو هما ليمون من بعد ما دهنتهم ورشيتهم بالسميده. من بعد ما تشرب لي الخليط تنفرغ الخليط في ليمون واحد 3 المعالق. تنفرغ غير نصف ديالهم حيت مازال غادي تنفخوا ليا. صافي انا نستمر قنعمر الليمون ديالي هي النصف ديالهم. والفران كما قلت لكم شعلته من قبل والعافيه تكون متوسطه. يمكن لكم ديروهم في مول كبير. من بعد ما فرغت الخليط ديالي في ليمون كما تتشوفوا تندخلهم الفران يطيبوا وياخذوا واحد اللون ذهبي. وهادو هما الحريشات ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران. هنا عندي السيرو باش نسقي هاد الحريشات. عندي كاس ديال عصير الليمون مع 2 معالق كبار ديال السكر السنيده. حطيتهم فوق البوطا يطبخوا مزيان. السيرو تيكون سخون والحريشات تيكونوا باردين والعكس، اما السيرو تيكون بارد والحريشات تيكونوا سخونين. صافي بقى نسقي هاد الحريشات بهاد السيرو وهاد الحريشات تيجيو غزالين وتيوجدوا بسرعه. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نسقي الحريشات ديالي ونطلقوا ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هاد الحريشات. صافي نخليهم يشربوا هاد السيرو هاد الحريشات. وتنخلي هاد الحريشات يتشربوا داك السيرو اللي سقيناهم. صافي من بعد ما تشربوا لي الحريشات تنحيدهم من الليمون تيجيو هشاشين ورطبين. صافي نزينهم ندهنهم بالكونفيتير ونزينهم بالكوك. والتزيين تيبقى اختياري ديال كل واحد. وهادو هما الحريشات ديالنا من بعد ما درتهم في طبق التقديم تيجيو غزالين. تنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. وتيجيو هشاشم بمذاق البرتقال. توجدوهم في الدقائق الأخيرة لضيوف الغفلة أو الفطور أو الغوتي. غادي نقسم معاكم وحدة باش تشوفوهم كي تيجيو. تيجيو رطبين وهشاشين. تنتمنى تجربوهم. ما تنساوش لايكات ديالكم وتعاليقكم الزوينة وبارطاج لا فيديو مع الأحباب والأصدقاء. إلى فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.